كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. منذ تعيين نبيل الخضر على رأس المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، استبشر رجال الأعمال خيرا، وبدت معالم الانفتاح على العالم باستراتيجية أكثر مرونة ومنتجة بشكل يعود على الإنتاج الوطني بالخير العميم، ويطور حماية الاقتصاد المغربي، ويضخ موارد مالية في خزينة الدولة، الأمر الذي اعتبره المتتبعون فترة ذهبية في عهده وجب استثمارها. فحول الإجراءات الاحترازية، معنا زهير فاضل رئيس مصلحة العلاقات مع الزبون بمديرية الجمارك الميناء الضالبيضة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. في إطار الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بصفة عامة ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفة خاصة، عملت إدارة الجمارك على تعبئة جميع المصالح المركزية ديالها والخارجية أيضا من أجل تطبيق ومواكبة إجراءات العزل الصحي اللي اتخذتها بلادنا منذ 21 مارس الماضي. هاد التدابير المتخذة كتهدف إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من القيام بعملية الاستيراد والتصدير في أحسن الظروف، وبذلك الاستمرار في تموين السوق الوطنية وتدوير عجلة الاقتصاد. عمليا يمكن القول أن إجراءات وضع التصاريح الجمركية، أن كل إجراءات وضع التصاريح الجمركية إلى رفع اليد على البضائع، مرورا بيان سور بالمراقبة ديال هذه العمليات سواء من طرف أطر وأعوان هذه الإدارة أو من طرف المصالح المراقبة الأخرى كالمكتب الوطني للسلامة الصحية أو وزارة التجارة والصناعة، إلى الأداء الإلكتروني للرسوم الجمركية. اليوم يمكن لنا نؤدي الرسوم والمكوس الجمركية بطريقة إلكترونية عن بعد. أصبحت هذه العمليات كلها ذات طابع غير مادي، أي بدون ورق وبدون حضور للمتعامل الاقتصادي. كتجدر الإشارة إلى أن مصالح مديرية جمارك ميناء الضالبيضة كلها مجندة ومعبأة لضمان سير عادي لعملية التخليص الجمركي رغم هذه الظروف الاستثنائية اللي كتعيشها بلادنا. وكنود نشير كذلك أن جميع طلبات المعلومات أو حتى الشكايات كيتم معالجتها عن بعد باستعمال منصة أوغوكيت اللي كتواجد بالموقع الإلكتروني للإدارة. وأخيرا كنأكد لكم أن جميع الأبواب الإلكترونية لهذه الإدارة تظل مفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة وسبع أيام سبع طيلة الأسبوع. الحركة الدؤوبة داخل ميناء الدار البيضاء لا بد لها من تأطير وإشراف محكم، فكيف يتم ذلك؟ هذا ما سيجيبنا عنه عبد الله بوكيول الآمر بالصرف للآمرين بالصرف المكلف بالمراقبة عن بعد للواردات بمديرية الجمارك بميناء الدار البيضاء. اتخذت إدارة الجمارك مجموعة من التدابير في إطار تطبيق ومواكبة حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا لمنع انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد-19، حيث وفرت الإدارة جميع الإمكانيات والتسهيلات من أجل خدمة زبنائها وتجنيبهم عناء التنقل إلى المكاتب الجمركية، حيث أن 90% من التصاريح الجمركية تتم معالجتها من طرف مفتشي الجمارك عن بعد من مقرات سكنهم، وذلك بفضل نظام المعلومات لإدارة الجمارك بدر الذي يمكن الفاعلين الاقتصاديين والمؤشرين من تسجيل تصاريحهم الجمركية عن بعد وبطريقة لا مادية وتحميل كافة الوثائق والمرفقات إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل إلى المكاتب الجمركية. كما يمكن هذا النظام المعلوماتي مفتشي الجمارك من معالجة التصاريح الجمركية من منازلهم، السهر على تسريع عملية التعشير خصوصا بالنسبة للمواد والمعدات الطبية والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأولية ومواد التنظيف والتطهير. هناك كذلك خفض نسبة مرور الشاحنات والحاويات عبر أجهزة فحص بالأشعة سكانير. وهناك إجراء تبسيط عمليات وزن بعض البضائع بتكليف الشركات المسيرة لمخازن الحبوب بالميناء بالإشراف على عمليات الوزن مع تقليص نقطة تواجد أعوان الجمارك إلى الحد الأدنى، حيث 10% فقط من مجموع البضائع يتم فحصها بشكل مادي، وينتقل المفتشون إلى باحات الاستخلاص أو داخل الميناء للمراقبة والتفتيش احتراما تام لمعايير السلامة والصحية التي تفرضها هذه الظرفية. وتجدر الإشارة أن إدارة الجمارك اعتمدت مجموعة من الإجراءات حتى قبل بداية هذه الأزمة، ترمي إلى تبسيط المساطر في
في احترام تبسيط المساطير وتقليص اجال التخليص الجمركي من بينها ما يسمى رفع اليد عند المستورد ولا من الذي ادوميسيل، وهو اجراء يمكن الفاعلين الاقتصاديين المعتمدين من تسلم بضائعهم مباشره بعد تسجيل تصاريحهم الجمركيه. نحن الان نتواجد بباحه المعاينه الماديه للبضائع. كما قلت سلفا ان هذا 10% ديال التصاريح الجمركيه التي تخضع للمعاينه الماديه تتم هنا، ولكن في اجراءات في اطار اجراءات المراقبه الصحيه والتدابير اللازمه. كما غتلاحظوا ان رجال واعوان الجمارك يشتغلون بوضع الكمامات ويشتغلون باللوائح الالكترونيه، وهناك تعليمات التي تعطى لجميع اعوان الجمارك باحترام مسافات الامان في حتى تتم عمليه المراقبه الماديه في ظروف حسنه. وكما تعلمون ان النظام المعلوماتي لاداره الجمارك يخول معالجه جميع مراحل التصريح الجمركي انطلاقا من اللوحه الالكترونيه، واذا تمت عمليه المعاينه فيتم مباشره رفع اليد من طرف مفتش المكلف بالمراقبه لتمكين صاحب السلعه من اخراج سلعته من المينا. استاذي لو سمحتي، هذه العمليات الاحترازيه وجدت تزامنا غير مع كورونا او لا هي نفس الترتيبات الاداريه السابقه غير زدت عليها يعني مضاعفه الاحترازات؟ فهذا الظرف الدقيق الذي تجتازه بلادنا في اطار جائحه المرض كوفيد 19 هناك تعبئه اكثر لتدابير اكثر احترازيه واكثر صرامه فيما يخص تعليمات السلامه التي تهم اعوان رجال الجمارك. استاذي كلمه اخيره سي بكيود للمواطنين والشعب كافه كرساله كنصيحه منك. في ظل هذه الظروف الاستثنائيه التي تجتازها بلادنا اهيب بجميع المواطنين والمواطنات بالالتزام بالتعاليم التي ارصتها الدوله على راسها وزاره الصحه بالتزام منازلهم وعدم التدفق للتسوق، لان البضائع الحمد لله هنا في ميناء الدار البيضاء البضائع متوفره وهناك ضمان لتوريد السوق المحليه بجميع المنتجات التي تستلزمها الاقتصاد الوطني. عجله الاقتصاد تدور بصفه عاديه. وكما يبدو أن الحركة الدؤوبة داخل ميناء الدار البيضاء تسير وفق المخطط لها من طرف الإدارة المركزية، فجميع العناصر بعد اتخاذها ما يلزم من احترازات تقوم بمهامها المنوطة بها، سواء من حيث التفتيش عن بعد أو المراقبة أو تضمين المعلومات الضرورية وإرسالها عن طريق المعلوميات حسب المراحل المعمول بها قانونا. في هذا الإطار بما في ذلك المراقبة بواسطة سكانير بعد حذف الطابع المادي للتصريحات والمستندات منذ يناير 2019، حيث أصبحت مصادر التأشير بدون أوراق. في هذه المناسبة أود أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع أعوان الجمارك خصوصا أعوان الفيالق على المجهودات التي يبذلونها في هذه الظرفية الحساسة، وكل في ميدان عمله، وكذا جميع المتدخلين في سلسلة التوريد الدولية من السلطات المينائية وجميع المصالح الخارجية للوزارات، وكذا الناقلين والمؤشرين وأعوانهم على تجاوبهم وانخراطهم في الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجمارك في هذه الظرفية الصعبة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.